أبو محمد وأنتم جد والله من مكاسب القناة اللي أنا شفتها من عندهم أنا أبو محمد وأنتم معرفة الله يطول بعمرك. إي والله والله يا عطنا مشروب يا طه. احنا اللي والله نتشرف يا بعد قلبي احنا اللي نشتريك طال عمرك ونشتري شراك طحينا اكسكيوز مي ومشروب قازي كولا قازي والجلسة مع شرواك تشرب تراك الطيب يا غناتي يا بعد سبتيت طيب من فعالية ولا مسابقة ولا زجنا تزعجنا اللي تتوقع وش اللي بداخله ياخذه وهو شيء ثمين جدا وللمعلومية مو موجود بالقرية كاملة يقول لا إله إلا الله ها أقول لك شيء عزيز جدا على من؟ على الجميع وشيء يشرف توقع تاخذه تمر مو عفوا مو موجود في ال شيء متنح شيء 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 يسوى شيء بصراحة أنا تحرره من زمان نعم الله يرحمك هل مو كأنها أسكت بس محترم لا جالس عشان أفكر إيه عشان أفكر ما بدي أطول عليكم فكروا وبس شف إحنا بنفكر وأنت أطرى شيء مو موجود في القرية مرة نهائي جنبنا جنبنا من وياينا الحزة من وياينا أحاول ورقة إلا بالله أنا راح أبوك العيش اللي معكم لا حول ولا قوة جاسم انت حلو اخر مره ما علمها بقى اقول حتى شباب ما جاوا اليوم راح اشكيك يا وش راح المقبره راح جيل سلطان حقاعد لا ما احنا بالين سبحان الله سبحان الله صدق يا طه صدقني يا طه ما ادري وش هو صدق يا طه اني ما ادري وش هو انه عصير كوكتيل زيت ما ادري حبيبي معلش طه ترى سمعك يا ربي ابي الفتوش اللي قلت هذا عنه وجيب لي الشباب لانهم لا تبقي ولا تذر ما شاء الله لا اله الا الله فتوش 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 موجود بالقريه يا حبيبي طويرش داخل هذه العلبه فتوش ولا غبوش والله تعلمنا منك المناقش سوي لك على اسمع اسمع داخل العلبه هذه في شيء ثمين ونتكلم جد ترى ثمين يعني حتى انه ما يتحمل الطنزه طب اقدر احركه شيء كذا ولا شيء يعني لا لونه اي كانت ليه بس صعب اني بتوقع يعني اشياء ثمينه كثير اكبر دليل انه شيء صعب انه اذا حصلت عليه بتعتز وتفتخر وتنبسط انك اول واحد بالقريه يستلم هذا الشيء تخيل انتم داخلين هذا الشيء مو موجود في الحياه ولد ولد اوكي اكذب انا خلاص اكذب اوكي ارجع الدرجه رجع انسى الموضوع عشوم. لا لا انسى الموضوع انسى الموضوع يا معود انسى الموضوع انسى الموضوع رجع عرفت وشو سويتش سويتش لا افتح سيارة يعني افتح سيارة نو احنا كويتي ترى يعني نو شيء حلو طيب قرب اول حرف مو موجود في القرية اذا تعرفوا خلوا شوي عشان اتحمس طيب قيمته غالية جوال نو قيمته غالية على حسب الله يحب الاشناب ويا طيب يوكل نو جماد سلام ورحمة الله تعال تعال انت انبرش هذا هو تعال فارس فارس قد ابيك قد ابيك تعال تعال والله قد ابيك تبي تغطي كتاب التاريخ لا لا والله اجل كانك مو قطب الشمالي تعال تعال اجلس 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 تعال اقعد اعلمك قد اقعد اعلمك قد قد مبادر بس بقول لك اياها لا لا تروح انا نبيك خلاص اجل انا قلت مبادر لا لا تعال 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 تعش وقل احنا بنسوي نفسنا متفاجئين والله 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 صدق عندي مبادرة يا رب حلو طيب اسمع ايش عندي بعدين تكمل مبادرة اوكي داخل هذه العلبة ايوه حاجة ثمينة جدا ايوه جدا ايوه وعزيزة علينا كلنا ايوه قبل لا ندخل القرية ما كانت موجودة ايوه الآن وجدت دلة دلة مين؟ لا إشارة امسك 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 بس بس امسك خلاص بالله إذا تعرفها بالله اصبر خربت كل بإذن الله بعدين تفهم فيها خذ خذ معي لا خربنا نسوي نفس الشيء ديني بسوي حاجة وخلاص اوكي لا القهوة تنزلت بالسوق نو الأسبوع الجاي إن شاء الله القهوة تنزل بالسوق. حاجة ثمينة تتوقعها تأخذها على طول يا فارس. كم حاجة ثمينة كيف؟
اشرح لك ايش معنى حاجه جميله مصيبه. هذا يفكر من خشمه. حاجه الله اكبر اللي تفكر انت. حاجه جميله يا اخ فارس. انا قاسي عليك هاليومين. ليه؟ رسالتك مبطنه على طول وسرقها مني وكانها ومرش. قلت هي لا تعال بقولك شغله. بقولك شغله وش الرساله مبطنه؟ فهموني في العقل الباطني يعني مغطي بطنيه. هذا سبب سيده زعل. اوه رساله مبطنه. هو لا 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 انا ما زعلت. انا ما زعلت. لا انت تقول شوف وجهك. هذا رجال هذا لا لا هذا وجه واحد كيمياء. والله اني اكلت شيء. انا قلت هذا وجه كتاب كيمياء. مر يعني هذا وجه تاريخ. ما ادري. لا اذا مر عندي حتيت. ما حتيت معي مره. خذ وجه حتيت قبل لا تشوف عليه. نصيحه ايش مثل؟ خذ حتيت عشان ما تشوف هذا وجه يروح الفضاء صاروخ. خلص نص فنجان. المشكله هذا وجه يا بلاد واصيلي. والله ما المشكله طالع الفضاء وسيجاره طالعه. إيه؟ لا بس بعلمك فارس شو الفرق بين المبطنه والغير مباشره. المبطنه دائما تكون خبيثه. يعني انا اسوي لك مسلسل تشوفه وتستمتع فيه واخر شيء كل رسائل تهدم المشاهد. هذه رسائل مبطنه. الغير مباشره ممكن تكون هادفه بس انها غير مباشره. طف السفني. يؤسفني. يؤسفني ان اداه السلام عندكم ضعيفه جدا. ليه؟ كيف كل صحيح عند النار؟ صحيح. تدرون اذا قرب الغاز يمين بالله يا رجلك يا زكي اخذت 4 في 6 صور بوجهي. ما شاء الله. تعشى انت بدفي رجال. عطنا انت خسران. مستحيل. ابو فيصل اول حرف داخل هالعلبه هذه. من دولة تعال عشان ما اشرح من جديد. انت على اساس انك يا حبيبي وديت الغاز للقريه الثانيه. لا انت بتشوف عبد الله. عبد الله عبد الله هلا بك. هلا عيونك. عيونك داخل العلبه هذه في حاجه ثمينه تستاهل اننا نتوقعها. اللي توقعها ويجيبها صح اعطيه اياه. اتوقع. طيب شو الغالي؟ طيب بس ودي اعلمك للمعلوميه. صبر جوعوني. للمعلوميه هذا الشيء مو موجود اصلا دبنا كلها. وللمعلوميه قبل لا ندخل للقريه ما كان موجود في الوجود. عطني عطني صح في الوجود ما كان موجود. اوكي اوديه الدرجامي. طيب لا هو موجود قبل لا ندخل القريه. ما اتكلم جد ترى ما بستهبل. كيف كيف؟ اقيم وانا ودي صدق نتعامل معه بجديه. فاضيه. داخل هالعلبه هذه في حاجه جميله جدا نحبها كلنا. اللي يتوقعها وزاره الله بركاته يحصل عليها. يحصل عليها. الشيء هذا ما كان موجود قبل ما ندخل القريه. موجود الحمد لله. ابن حي طويرش. قول ابن حي الدرع عدى الشمس. تميس. يعني بس ايش يقول؟ ردحه. تميس. وش ارده؟ سود الله وجهك. انا ما عرفته. يعني انت تقول ابن حي رد عليك الله وجهك. شلون اقول؟ بيض الله وجهك. وجهك بيض الله وجه سعد واللي جاب الناقه هو. والله انا والله ما اشرب حليب خلقه. بس والله ودي بها البويه. انا اتمنى انك ما تجاوبوني عشان اخذوا لي منيح. ما في تمر. ما تبي طالع منها. ما تبي حليب. انا اللي طالع منها. شوف الدنيا مره قبل ما ادري دورت ما لقيت. ما كان موجود في الوجود. اعطني تمر. بندر بندر بندر. يا بندر يا بندر اديني التمر. جامع عبد المجيد. كيس كيس. جامع عبد المجيد. سبحان سبحان الله. كيس القهوة. كيس القهوة حقك. نو قلت للشباب الشباب الجاي ان شاء الله. انا قلت كريت قبل شوي خبزة وباكر. يا رجل نطرح وناخذ منه. احس انه فاضي. لا لا تطرح منه. خلنا نطرح كلاهما. امنحه. امنح وجهك. وجهك انت. انا والله مو بفاضي. والله ان اللي بياخذه سيتشرف. تدري وشو؟ موديل جديد من كرديا ساعة. حد يريد؟ حد يريد؟ بس بس حد يريد؟ صورة. العون يا وجهه. العون في كوب ثاني. يا مجيد يخص كارديال هو. نو هذا حليب. حليب حليب بعد. نو حليب ملك. هو يستخدم ولا يشرب؟ والله العظيم انه ها؟ ايه وش يشرب؟ لا يستخدم مو كلب. انا بروح يستخدم مكان اجيك تذكر ما جاء عبد المجيد. لا عبد المجيد سعى انه يجيبه ولا هو يعني جاء اذا ما كان بالوجود من العالم الخارجي. اي يعني مو موجود بالقريه قصدك. قبل لا ندخل للقريه ما كان موجود في العالم. كتاب تاريخ كله. كتاب تاريخ تحرك. لا لا والله لا والله قبل لا ندخل القريه ما كان موجود في العالم كله. بعد ما دخلنا وجد هالشيء الحمد لله. انا سعيت اني اجيبه وحطيته في العلبه هذه. ايفون 7 ايفون 10 نو انا مبطين هنا مصدر 8 و9. انا حلو حلو. انا ما موجود بس مجيت. حبالي خاده حبالي خاده
يا علي ردع يا علي ردع عجري هبلي خدع هبلي خدع انا يا وين رايح يا منيب؟ انجكشن؟ ها؟ في انجكشن؟ انجكشن ها؟ Why don't you give me the camera ها؟ Why? والله ما قلت كذا. مين قال الشغل هاي؟ انا بقول ممثل معمر. بالله هذا وجهي يشتغل فيها شاورما. والله ما صدق. هو بيني بيني. بلاند ولد بلاند. خليه يشتغل جوا. خليه يجي طالب. خليه يجي طالب. هذا صدق. تدري هو المفروض انا اللي اشتغل. نعدلها الاخراج مضبوط. يا حبيبي. بعدين دقيقة بسوي حاجة. اللي يشتغلون لبنانيه. اللهم لا حسد 2000 ريال وانتم تتريقون على المقطع. والله تستاهل. ما تتريقنا انت متريق علي. تدري رحت المستشفى مين دق علي؟ المنتجين حق الافلام حق هوليوود. أبيسر. ايش الابداع يا ابو احمد؟ ما توقعناك كذا يا ابو احمد. ورانا كل نعم وكفو رجال واضح. مالك زود. وش ذا وش ذا المقطع اللي انتشر عندنا؟ لا دقوا عليه. لا تقول بالله. وش ذا المقطع اللي انتشر يا اخي؟ انت على ايام البلوتوات. لحظه لحظه لحظه. ومن هوليوود من هوليوود يقول ابو احمد. يا ابو احمد حلف؟ يقول ابو احمد لا ما قال يا عزتي للطائف اللي جابت رجال. ما قال كذا. ايش حلف وين راح؟ ما قال كذا. قال لي اعلمكم ايش قال. شوف عشان لا تكذب عشان لا تكذب بس تعطوني فرصه اتكلم. الدكتور قال لازم تتكلم 3 ايام حد قاطع. امك ولا الدكتور؟ انت قلت امك. لا الحين الدكتور. والله شوف امه ما شوف هذا الحين يدور الدكتور. امك انا امي خلاص خلصت وصيتها لين قال الدكتور. ايه اسمع صح ذكرت الدكتور ايش قال لي؟ ايش قال؟ تدري الدكتور ايش قال لي؟ قال اذا عطست جيب منديل توسخ خشمي. انا جيبه بالله توسخ خشمي انا. اسمع قبل ما تضربني اقول حاجه واضربني ولا خليك تضرب تاخذ راحتك خذ حقك. اسمع الدكتور دي ايش قال لي حق هوليوود؟ قال اسمع يا ابو حق ايش؟ مو دكتور حق هوليوود يوم جاء اخذ المقطع عليه. دكتور هوليوود؟ لا الدكتور من هوليوود. لا لا الحين قال لي حق هوليوود هذا حق الجاي شلون اللبن حاليا ما شال اللبن. خليني اقول لك حق هوليوود تقول لي لبن. اسمع قال لي شوف شوف احنا كنا في جروب احنا والاعلاميين حقين الافلام حقين هوليوود. حلو حقين الاعلاميين جروب جروب هوليوود بجروب واتساب والديك يزورون صباح الخير يا شباب الناس وشكل يرسلونها مزخرفه سين كاب سي اي سي 1 صاد كاب. خلنا اكمل لكم يا مانجمنت. يعني انا كذاب؟ لا انا كذاب يعني انت بتقول هو حسب هو انتبه ترى حاجه ثانيه والله مي فاضي ولا وحاجه تسوى والله انها تسوى. بص بص دقيقه شو اسمه عليكم علي والله معك عمرة الملك سلمان الجديده. يا سلام اسالك بالله في احد قايل لك؟ لا والله انا قايل لك. لا والله احلف والله العظيم انك ما قلت لي انه واحد قايل لك. احلف والله ما حد قال لي. بسرعة عطني فلوس اللي بها. كم غلط؟ لا انا يوم شفته فاضي عرفت بسرعة. شوف لك مرة واحدة ولا لك إعادة. يصعب علي والله. شوف والله أنا أقوم من العشاء الحين. طيب بعد ما كانوا خلاص أقوم من العشاء. كمل عملة اللي داخل مرة واحدة بس ريال. ما أدري عرفها ريال. لا مزيد أنت قلت أزهى. أنت قلت تعال وشي ما قلت حدد. هذه من حقك من الفلوس من الظالم هنا. أنا الظالم أنا نذل. لو فيها هنا بقول 10 كيفي. لا 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 لو فيها صدق. شوف بعدين هي شوف هي نسختين من نفس العملة يبدأ من فارس. أنصفني يا مجيد. أنت لك 3 مرات. أنصفني يا مجيد. أنا ببدأ بريال. طيب يلا عندك. أنصفني يا عندك مجيد. 3 محاولات حمد ربك. لا لا خليني كملوا. لا طب دقيقة. أنا قلت 5 ريال. أنت أنا منيف. أنصفني يا مجيد. منيف. أنصفني يا مجيد. منيف من اللي قايل لك؟ والله ما حد قال لي. والله ما حد قال لي. منيفتك مجلس كذا جت في بالي. يلا بشوف هوليوود. اه وانا اشوف عند الغر. يا اخي خلوني اكمل سالفة. لا تظلمني لا تظلمني. اذا انت شايف شيء عمر ترى تتحول لك انت.
انصفني يا مجيد. انصفني يا مجيد. اول مره احس اني بكاتب. انصفني يا مجيد. منيف؟ اه. انا الدكتور قال لي كم مسافتي وبعدين اتكلم. خليني اكملك وحضرتك. خلاص خليني اكمل مسافتي. انت تبي تدشن ولا تبي؟ لا تعال انت. تعال يا سعد تعال 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 ابغى صب صب الارض. الملك وين شنو؟ محمد. محمد. يلا عطنا سالفتك انت. ايوه ايش قالك؟ العلبه اطول من. اسمع اسمع اسمع. طيب. اسمع المهم انا تعرف انا اكذب. لا. اكذب. لا. قلت شفتوا لي كذب؟ اي لا قول لا قلت شفتوا لي كذب؟ لا عسل ولا مره حق هوليود دقالي طيب قال هاي هاي كذا هاي هاي ولا انت قلت هاي ولا هيات؟ يا الله يا الله اوكي يا الله اوكي ترى ما هي اوكي ترى ولد بتخلص انا بتقول شلون؟ هاي هاي انا اسمع قصايدك ما قلت له اسكت بس هاي ما تاخذ 10 ثواني ولا 10 ثواني ايش لازم اقابل دولتي وات اسس هم قال هاي خلاص شفت الدله اللي كنت اقصد بها تجي بواجهك اصبر اصبر هي ذات حلو باقي دله مشهوره دله مشهوره بواجهك حلو دله مشهوره بواجهك اسلم انا برجع من قريب طبعا بواجهك مشهوره سبت وانت شيء غريب اصلحوا اسمع قال هاي قلت هاي قال يو ار سبيك انجلش يا اي ام نو يو ار قال كذا يو ار ما ادري انا ما اتذكر انا اسميه ضيف وقتها صح في خطا بالجمله ايه اوكي على العموم اي ام نو سبيك انجلش حلو حلو يو ار سبيك عربي قلت يس جميل حلو اعطاني واحد ثاني السلام عليكم كيف حالك طيب ابي اسالك سؤال انت قد عشت برا السعوديه؟ حلو قلت له لا لي قال واضح عليك من اخراجك للمقطع واضح عليك انك شوف فيلم الاول بيشر لا لا شافني مع بلوتو يا بلوتو المهم ايه قال اسمع قال واضح عليك حلو انك مخرج فنان حلو جدا حلو ما شاء الله تبارك الله قلت اوكي قال عندنا لك جائزة شو اسمه نوبل للسلام حلو النجم القيمي لها دخل نوبل للسلام ايش دخلها في ام الافلام لا جائزة النجم القيمي زين دقوا عليها اليد قالوا انت سفير الايتام زي كذا هو قال نوبل للسلام لاني انا مسالم علي واحد حلو جميل بعدين قال لي نعطيك اوسكار على المقطع هذا حلو غيره ممكن الاوسكار اوكي انا ابغاك تخرج لنا فيلم باذن الله تعالى اوكي يا ما جاك درع من منظمة اليونسكو يا الله اي يونسكو هذه ما جاك منهم انت اشتركت باليونسكو اصلا ما تعرف اليونسكو هذا تدري اني حلمي اسمع خلي كمل ايش اسمه؟ اليونسكو ها؟ اليونسكو اليونسكو خلاص يلا كمل كمل اوكي كمل فقالوا لي انت مبدع يونسكو كمل ترى جمهورك يحبك كذا بس مساعد حماد معكم بالعدد مساعد حماد يشترك اسمع والمقطع حقك مخرج مسلح يا حبيبي المقطع حقك وصلنا في جروب الواتساب حلو ايوه جروب الدوام عندهم ايوه اي عرفت ايش تقصد مؤسسة هوليود لإنتاج الأعمال البشميسي هنا بالرياض اي هذا هم مستشفى غايب اسمع مجيد اعطني فلوسي يا مجيد اسمعني بحكم ان فلوسي غالية اشوفها وعليها صورة الغالي اكيد الغالي عشان كذا فطرت فلذلك انا ما اتخلى عنها بسرعة لك ثلاث محاولات يا منيف لا خليها محاولتين منيف بالله لا تستقعد ليه صار زي كذا انا ما استقعد غيرت انت قلت لي جاوب تعطيه خلاص جاوب انت قلت لي جاوب انا كنت قال بخاطري اذا قال ذا بس انت ما سمعته لا ايش دق ندخل شلون سمعت انصفني انا سمعت انا سمعت انصفني ليش غمازتك سمعتها انت والله ما سمعت لا غمازتك طلعت هذا شوف منيف منيف والله ما خبرتك شاهد زور يا بن دفنه عند مجيد استوي شاهد عند مجيد صالح الله يبارك فيك سنتهي لك بالثلاث الاخير من اللي انا ما بنسى كذا ابد كم انت كم سالفه كم تتوقع 100 بالله يا تبني في التوقع ماني متوقع 500 اللي مالك اللي يرضي مالك اللي يرضي 500 100 بالله تتوقع نص ريال ريال ريالين ثلاث الله يرحمه 6 7 8 داخل عوض مع العذيه داخل عوض مع الخالتي عذيه